سيف من صغره كل ما يمسك ورقة يطبقها ويعمل بيها أشكال، مرة مربع مرة مثلث، لحد ما عرف يعمل عصفورة بالورق وملى الشقة كلها عصافير. ولما قالوا له ما تغير بقى عمل قرد، فعجبته فكرة التغيير وعمل أشكال كتير لحد ما بقى بيعمل أي حاجة بالورق، وده اللي شجعه يدخل هندسة. كان بيساعد الدفعات الأكبر منه في مشاريع تخرجهم لحد ما اتخرج بامتياز بعد ما عمل مشروع تخرج خد عليه جوائز جوه وبره مصر. سمير وعلي ورا كل قصة نجاح، جيل ورا جيل.